Bon, c'est un repère. C'est Colegio San Juan de Dios. Centro bilingüe, en effet, l'angélisie ou l'espagnol. دونك هنا كاين واحد المنزل عتيق وفي هاد الفروج دونك بيان سور غتنتظر حتى يشعلوا خضر بالنسبة للراجلين وسنقوم بالمرور عبر قنطرة القنطرة التي توجد فوق النهر الذي أو الوادي اللي كيفصل ملقا إلى جزئين وهو يتجه في هذا الاتجاه هذا يتجه في اتجاه حوض البحر الأبيض المتوسط. إذن الملعب هانتوما كتلاحظوه راه في لو فون هذا هو الملعب دونك وفي هذا الاتجاه المجرى المائي يابس دابا لان حنا في شهر اوت واذا مشينا في اتجاه المجرى المائي يعني في هذا الاتجاه هذا غادي نوصلوا في لو فون راه هو كيبان واحد لوتيل مسمي اوتيل ايبيس يعني ان اوتر روبير وهذا صور لان كناخذها فقط بالهاتف يعني لا كاليتي راه ناقصه بزاف وهنا الان سنقوم ب المرور عبر هذه القنطرة ثم توجه رأسا على اليمين باش نوصلوا إلى ملعب روساليدا. إذن إلى اللقاء. بعد هذه الطريق الطويلة بعد اجتياز الممر أو القنطرة إذن جينا في هذا الاتجاه ماذا سنجد أنفاس ملعب ديال الروساليدا ملعب كرة القدم الرسمي للفريق الملكي الملعب كما كتلاحظوا مالاغا كلوب دي فوتبول وفي الأسفل لا تيندا اوفيسيال دي لا روساليدا يعني المكان المخصص لبيع أقمصة الفريق والأحذية ومستلزمات الرياضي الممارس لكرة القدم وبعض المستلزمات التي يحتاجها الجمهور لتشجيع فريقه وهي تدر موارد لا بأس بها على الفريق. هذا الطريق اللي كدي تجيب في الاتجاه هذا سنجد المركز التجاري المعروف ب لا روسا ليلا توت فون قريب جدا من ملعب كرة القدم يعني في نفس الطريق كنمشيو على اليمين
لمدة 10 دقائق ونصل إلى هذا المركز التجاري الكبير الذي يبدو صغيرا من هنا ولكن كبير جدا من الداخل. Alors, les plaques indiquent Ciudad Jardín y la Rosaleda, estadio de fútbol. Hospital Civil. Y nosotros vamos al supermercado Rosaleda, que está muy cerca del campo de fútbol.